أهلا بكم من جديد. تأهل فريقا الوحدات والجزيرة لدور نصف النهائي عن منطقة غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. حقق الوحدات الفوز بالجولة الأخيرة على هلال القدس الفلسطيني بهدفين بدون رد في اللقاء الذي يقيم على ملعب الملك عبد الله الثاني. أما الجزيرة فقد حقق فوزا خارج ملعبه على الكويت الكويتي وبهدفين لهدف. ممثلا كرة القدم الأردنية الجزيرة والوحدات شقا طريقهما بنجاح في دور المجموعات، وتصدر كل منهما مجموعته عن جدارة واستحقاق ليضربا موعدا في نصف النهائي مع العهد اللبناني والجيش السوري. إذا مسيرة مميزة حتى الآن لممثلي كرة القدم الأردنية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. للحديث أكثر عن هذه المشاركة الأردنية للأندية نستضيف هنا بالاستوديو المحلل الرياضي والناقد كابتن يحيى اقطشاط. مرحبا بك سيد اقطشاط. مساء الخير أستاذ معن، مساء الخير إلى كل الأخوة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. ألف خير يا رب، رمضان كريم علينا وعليك. يعني في البداية نتائج مميزة. صحيح. الوحدات والجزيرة في الدور نصف النهائي تصدروا المجموعة كل واحد منهم وأرقام مبهرة. صحيح، خصوصا فريق الجزيرة. فريق الجزيرة أحسن فريق في كل المجموعات في غرب آسيا أو في شرق آسيا. صحيح. 5 انتصارات، تعادل، حتى التعادل اللي كان مع النجم البحريني يعني لولا الظلم التحكيمي كان حقق العلامة الكاملة 6 انتصارات. وكان في مباراة خارج ملعبه. نعم، خارج ملعبه. ما قدموا الوحدات والجزيرة يدعو للتفاؤل ويدعو أن الكرة الأردنية إن شاء الله عائدة بقوة خلينا نقول المنافسة الشديدة وجلب كأس الاتحاد الآسيوي. إحنا بتعرف عندنا 3 نسخ، الفيصلية النسختين. صحيح. شباب الأردن إن شاء الله الموسم الحالي بيكون النسخة الرابعة، سواء كان للجزيرة ولا الوحدات، لقب أردني المستحق، ألف مبروك. بعد أن استعصت طويلا هذه البطولة بالمناسبة. نعم. على الأندية الأردنية، ولكن تحدثت عن الجزيرة، سجل 16 هدف. صحيح. أو عنده 16 نقطة. نعم، 13 هدف وعليه هدفين. سجل 13 هدف واستقبل هدفين. فارق 11 هدف. فارق 11 هدف، أرقام مميزة. نعم. بالرغم من تعدد الأجهزة الفنية التي. نعم. مرت على الجزيرة. نعم. بعد التعادل الأول 5 انتصارات مدوية، وإذا عدنا إلى مباراة الأمس يتأخر في الدقيقة 70 بهدف، ويعود فريق وخاصة فريق الكويتي حامل اللقب 3 مرات، وأيضا كان ينافس على بطاقة التأهل بحاجة الفوز، يعني دفع بكل أوراقه. الجزيرة استطاع أنه يسجل الهدف الأول عن طريق محمود زعترة، وهدف الفوز من ركلة جزاء عن القائد أحمد سمير. فريق الجزيرة ما قدموا في البطولة، أنا حتى أنه وصل نهائي البطولة السابقة بغرب آسيا، لكن ما قدموا في هذه البطولة أفضل فنيا. أنا أرى فريق الجزيرة في أحسن ظروفه الفنية، وزي ما تفضلت رغم الظروف المالية الصعبة اللي مر فيها الجزيرة وتغيير أجهزة فنية، لكن لاعبي الجزيرة وخبرتهم وحيوية شبابهم كانوا على قدر المسؤولية، وإن شاء الله راح تكون. أنا الآن بتوقع الآن الفرصة لفريق الوحدات وفريق الجزيرة كبيرة جدا، مع احترامنا وتقديرنا لفريق الجيش وفريق العهد. صحيح. لكن أنا أعتقد أنه الوحدات والجزيرة يملك كل منهم فرصة التواجد في النهائي إن شاء الله. يعني أنت سبقت لي الحديث عن موضوع دور نصف النهائي، الوحدات والجزيرة في أمام الجيش والعهد. نعم. تبدو المواجهة في المتناول. صحيح. مع كامل الاحترام ودون التقليل. نعم، فنيا. من الفرق المقابلة، ولكن. نعم. فنيا في أرضية الميدان تبدو أنه على الأقل الفرصة موجودة بنسبة 50-50. نعم. إذا مش أكثر لمصلحة خصوصا فريق نادي الجزيرة. إحنا صح فريق الجيش يعني حصل على 5 نقاط من فريق الوحدات بعد وخسر فريق الوحدات 5 نقاط بعد التعادل والفوز عليه، لكن فريق الجزيرة قادر بالأوراق الفنية الموجودة، بالقراءة الفنية المميزة لمديره الفني شهاب الليلي، على التخطي عقبة فريق الجيش السوري. إحنا شفنا الفريق السوري يعني يملك أوراق، لكن في المجمل العام فريق الجزيرة أفضل منه، فذلك أنا بتوقع فريق الجزيرة قادر. إذا يعني ما قدمه خلال الدور الأول شفناه في الدور الثاني، فريق الجزيرة قادر على التخطي والوصول إلى النهائي. أيضا فريق نادي الوحدات، فريق نادي الوحدات يملك الخبرة، يملك الشباب، يملك الجمهور الكبير، فيعني برضو مهيئ، يحتاج إلى البطولة الآسيوية. كثيرا في أكثر من كل مناسبة للوصول إلى المباراة النهائية. نعم. في أكثر من مرة كان يصل لنصف النهائي ويغادر. نعم. حتى في خسارته أو حتى في خسارته وتعادله مع الجيش. صحيح. السوري كان ربما سوء الطالع. نعم. ضعف. صحيح. التوفيق فنيا. نعم. صحيح. هو ما ميز الجيش على الوحدات أكثر من اجتهاد الجيش. نعم. صحيح. دون
الانتقاص يعني حتى رغم الخساره بهدف مقابل لا شيء في المباراه الاولى، الوحدات فنيا كان افضل وكان يعني له ضربه جزاء عليها اجماع. صحيح. وحتى في تعادله في عمان كان افضل فنيا الوحدات وبعشرة لاعبين. نعم الوحدات الان حقق كل البطولات وهدفه المعلن منذ سنوات البطولة الآسيوية. نتمنى أن يكون فريق الوحدات قادر على الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة أنه هذا الموسم يعني هو نعم. كان حامل لقب الدوري محلي. وذهب إلى نعم. شقيقه الفيصلي. نعم. ويعني الآن على ما انتهى به الموسم بالنسبة للوحدات، بمعنى أنه النتائج الإيجابية بكأس الاتحاد الآسيوي، أقصد هنا تصدر المجموعة بعد أن كان قد تأخر نعم. بمرحلة من المراحل عن الجيش، ها هو يتصدر المجموعة ويكون بـ13 نقطة في الصدارة. نعم. بإمكان الوحدات الذهاب بعيدا في البطولة؟ نعم بالإمكانيات الموجودة، إذا يعني قرأنا الأوراق الفنية للوحدات سواء حتى يعني إذا شفنا على موضوع حارس الخبرة حارس الخبرة يعني مش موجود، شفنا عبد الله الفخوري في مباراة الأمس كان يعني بيمثل الخبرة والشباب، تألق وأنقذ الوحدات صراحة وأنقذ ركلة الجزاء للفريق الهلال القدس. فريق الوحدات بوجود عناصره سواء كانت الخبرة أو لاعبين الشباب وقيادته الفنية، لكن يحتاج إلى قراءة فنية خاصة في الشوط الثاني. على ذكر القراءة الفنية نعم. اسمح لي أقاطعك هون، موضوع الجهاز الفني كونه الكابتن نعم. يعقوبي على بعد أيامه يغادر الفريق نعم. هل بحسب معلوماتك سيتم تجديد له، سيأتي مدرب وجهاز فني آخر لاستكمال مسيرة الفريق؟ والله تعرف يعني الأخبار الواردة من إدارة نادي الوحدات أنه ما في قرار رسمي حتى الآن، وخاصة مع الإدارة الجديدة. نعم. فأنا بتوقع أنه يعني ممكن الوحدات تحتاج إلى مدرب فنيا قد يكون أفضل نوعا ما من قيس اليعقوبي، مع احترامنا لقدرات قيس اليعقوبي. طيب بالعودة للحديث عن المسابقة، يعني الفرصة سانحة لنشاهد نهائي أردني خالص عن منطقة غرب آسيا. نعم. كونه عن الجزيرة وعن الوحدات كلهم نرحب مع العهد والجيش، وبالتالي جرت العادة في السنوات الأخيرة أنه بطل الغرب غرب آسيا يكون كفته أرجح. نعم. أثقل للمباراة النهائية للفوز بالبطولة بشكل عام. نعم. بمعنى أنه في حال تأهل أي منهما للمواجهة في مقابلة شرق آسيا قد تكون حصتنا أعلى للفوز باللقب. نعم إحنا قياساً على مستوى لكن تبقى الأقدام على الأرض ضروري طبعاً. جداً يعني. لكن إذا عدنا إلى يعني ألقاب البطولة ومسيرة البطولة، دائماً الفرق غرب آسيا إلها سطوة على البطولة. فأنا بعتقد إذا نجح فريق الوحدات فريق الجزيرة أنه يكون في المباراة النهائية هو الأقرب لتحقيق الفوز، بعدين يعني جوائز مالية ضخمة ممكن أن تعدل كل موسمك. فريق الوحدات بحاجة أنه تعرف في الجزيرة والوحدات بيعانوا من كل يعني الأندية الأردنية ضائقة مالية. نعم. فهاي الجائزة ممكن تساهم في رفض صندوق النادي. فأنا بتوقع المطلوب من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارات والجماهير أن تقف وراء فريقها حتى يحقق المطلوب. أنا بأكد من هون أنه إذا كانت الأمور الفنية فالجزيرة والوحدات سيكونوا في المشهد النهائي بعون الله. نتمنى ذلك، خاصة أنه الجوائز المالية عم نحكي عن بطل المسابقة عنده $1.5 مليون تقريبا، والوصيف 750,000 طبعاً. وحتى بطل المنطقة سواء غرب آسيا أو حتى شرقها $100,000 طبعاً, طبعا مش طموحنا بطل المنطقة، طموحنا نروح للمباراة طبعاً. النهائية ويظفروا الأندية باللقب. شوف الاتحاد الآسيوي يعني صار يهتم كثير في قضية بطولة الاتحاد الآسيوي وأعطاها يعني زخم إعلامي وزخم مالي، والأندية المشاركة ارتفع مستواها وإحنا شايفين مستويات يعني عالية بتقدمها الفرق. فالمطلوب الآن من الوحدات والجزيرة أنه يستغل الفرصة. يعني بجوز لو عدنا إلى سنوات طويلة ما تحقق فريقين يكون في دور الأربعة أردنية، فأنا إن شاء الله أن يكون الجزيرة والوحدات على قدر المسؤولية. إذا يعني خاصة أنه الآن 31/5 بنتهي الموسم الأردني. إذا أنت عندك 16 يوم أسبوعين يعني ممكن تعدل كل الأمور الفنية عندك، إذا في إصابات لا سمح الله يعني تتشافى الإصابات. وأنا بعتقد أن الفريقين في أحسن ظروفهم، الإمكانيات موجودة، الدعم موجود، والجماهير الأردنية عامة ستكون إن شاء الله خلف الوحدات والجزيرة في هذه المنافسة. يعني كابتن نحن لا نريد سيد اغتشاط أن نسلط الأضواء والضغوط كثيرا على الوحدات والجزيرة. نعم. ولكن من باب الأمانة والواقع يقول بأنه فرصة مواتية جداً، خاصة أنه الأندية الكويتية الأندية العراقية اللي هي ذات الباع الطويل في البطولة. نعم. والتي لطالما كانت منافسا شرسا. صحيح. وصعبا لنسمي صحيح. الأمور بمسمياتها. نعم. على أنديتنا الأردنية هذه النسخة خرجت من نعم. البطولة. وإذا عدنا إلى يعني نتائج الفرق الأردنية مع الفرق السورية واللبنانية، دائما وأبدا حتى لو كان المستوى الفريق اللبناني أو السوري أعلى من مستوانا إحنا قادرين على الفوز عليه. وزي ما تفضلت الفرق العراقية إحنا علينا منها، وآخر يعني النسخة السابقة إحنا شفنا فريق الجزيرة يعني أمام القوى الجوية يعني خرج من المباراة النهائية لغرب آسيا. لا الآن فرصة مواتية جدا،
خاصة مع مستوى فريق الجيش ومستوى فريق العهد اللبناني. الآن إمكانيات موجودة، والمفروض أنه إن شاء الله نحقق المطلوب ويكون اللقب أردني، والأمنيات موجودة والإمكانيات موجودة. الأمنيات والإمكانيات إن شاء الله بتكون موجودة وحافز للاعبي الجزيرة ولاعبي الوحدات بتحقيق المطلوب. لكن لنفكر من مسار آخر، يعني بمعنى لو وضعنا أنفسنا مكان مدرب الجيش أو العهد، نعم، سيفكر بذات المنطقة أن الجزيرة فريق قوي، الوحدات فريق قوي، أنا مطلوب مني الآن ألعب بتحفظ، أقتنص التأهل، نعم، محاولة استدراج المنافس، نعم. بمعنى أن الطرف الآخر أيضا يعد العدة لك. طبعا، واسمح لي نعود لمباريات المجموعة. إذا فريق الوحدات كان يعني خسر 5 نقاط، لولا فريق الهلال القدس كان ممكن ما يعني يعاني في قضية التأهل. صحيح. يعني أنت تخسر أمام منافسك 5 نقاط كانت صعبة، لكن التعادلين اللي حققهم فريق هلال القدس مع خدم فريق الوحدات، خدم الوحدات، فأنت يعني التوأمة الأردنية الفلسطينية حاضرة حتى طبعاً في الرياضة. الحمد لله، الحمد لله. شايف، فالآن إحنا بنشوف يعني برضو أنت عينك على اللقب، من حق الفريق العهد وفريق الجيش إنه يكون عينهم على اللقب. المطلوب إنه إحنا نهتم بأنفسنا أولا، ثم نراقب إمكانيات الفريق المنافس، نقاط القوة، نقاط الضعف، والعمل عليها. هناك معضلة قد يسأل البعض، أنه الموضوع الإداري، بمعنى الجزيرة كما وعندنا خير مثال الجزيرة، نعم، الموسم الماضي بدأ المسابقة مع شهاب الليلي وأنهاها كابتن نزار محروس. صحيح. ومن ثم هذا الموسم عاد نزار محروس، بدأ الموسم، نعم، أيضا تم الاستغناء عنه، جاء بداليبور، نعم، الكرواتي، رحل، صح، الكرواتي، ومجددا القديم الجديد شهاب الليلي. هناك سؤال يقول على أنه موضوع الجزيرة وعدم الاستقرار الإداري للمدرب سيكمل معهم الموسم، خاصة أنه البطولة على مدار سنتين يعني أو عامين، يعني تبدأ، نعم، في عام وتنتهي في عام. طبعا. كأس الاتحاد الآسيوي. أنا بتوقع من الدعم اللي شفناه امبارح من رئيس النادي محمد المحارمي والكلمات اللي كانت بحق المدرب أنه إن شاء الله راح يكمل معهم. والآن خلينا نحصر إحنا تفكيرنا في هالبطولة، إحنا بنحكي على يعني فترة بسيطة، فترة بسيطة لازم يركزوا فيها لإدارة الجزيرة ولاعبينا والجهاز الفني في البطولة الآسيوية. البطولة الآسيوية قريبة جدا، وإن شاء الله الرقب اللقب الرابع سيكون أردنيا بعون الله. نتمنى ذلك سواء الوحدات أو الجزيرة، نعم، والوحدات طبعا. أيضا هو الآخر بحال جدد لكابتن يعقوبي أو تم الاتيام بمدرب جديد هو أدرى. اسمح لي كابتن معن في هاي النقطة، نقول أتمنى دائما أن تكون لجان فنية في الأندية، الذي يجدد للمدرب المدير الفني هي اللجنة الفنية، ليس رئيس النادي ولا أمين السر ولا صاحب النفوذ. يجب أن تكون هذه الأندية الأردنية يوجد بها لجان فنية هي تقيم المدرب. إذا بدي أروح المدرب يجب أنه أبين ليش روحته، وإذا بدي أستمر في التعاقد معه يجب أنه النقاط الفنية برضو تكون مطروحة على الطاولة. لكن احنا للاسف الشديد معظم انديتنا صاحب القرار هو قد يكون رئيس النادي او المتنفذ في النادي رجل بعيد بدون عن كره القدم، نعم، فنيا بدون فنيا وجود. ولذلك احنا بنشوف يعني مرات بنشوف بتعاقدوا مع المدرب ندريش ليش، وبروح المدرب بدون ما نعرف ليش روح المدرب. نقطه في غايه الاهميه، العبره في الخواتيم كما، نعم، يقال. ان شاء الله يحيى قطيشاط الناقد الرياضي، اشكرك جزيل الشكر، وشكرا لك. الله يخليك، تسلم.